ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البيستو صوص. ده ممكن ناكله مع الباستا، ممكن نحطه في ساندويتش مع تشيز. بسيط جدا، بس هو مشكلته ان الريحان مش دايما متوفر، يعني مش دايما بنلاقي ريحان غير في السوبر ماركتس الكبيره. فانا لقيت ريحان امبارح فقلت نجرب مع بعض الوصفه. انا غسلته وسبته ينشف خالص عشان ما يبقاش فيه ميه، عشان ممكن لو فيه زياده نشيله في التلاجة وكده ونستخدمه مرة تانية. معانا توم ومعانا زيت زيتون، دول 50 جرام ريحان وقدهم 50 جرام سوداني، فول سوداني. هو بيستو بيتعمل بالكاجو، بس الكاجو مش دايما متوفر عندنا في البيت وكمان غالي، فانا قررت ان انا اعمله بالسوداني علشان اللي عاوز ياكله يقدر يعمله. اول حاجة بنعملها بنضرب السوداني في الخلاط او في الكبة، يعني هحط الريحان بقى، لازم يبقى ناشف كويس. بيبقى في بعض الوحدات الغامقة دي نشيلها. ونبتدي نضرب. عشان احط الزيت معاهم عشان يديله كده سهولة. زيت زيتون طبعا. عشان ينعمه كويس. واخد كده بعض وحدات من التون. 5 فصوص توم مثلا. حلاوته بقى ان كل حاجة فيه فريش، يعني هو بيتباع جاهز اوريدي زي الصلصة كده، برطمانات الصلصة، بس طبعا اللي احنا نعمله في البيت احسن بدو مواد حبر. طبعا ريحة الريحان حلوة. طبعا انا مش بقول للكل يجرب الوصفة الا لو هو عارف الوصفة قبل كده ومجربها وبيحبها. في ناس بتحب البيستو صوص قوي، هو سهل جدا، يعني مجرد ان انت بتاخد معلقة واحدة منه مع الباستا وخلاص كده. يتسخنهم بسيط على النار، يسخنوا سوا، وسهل وسريع للي مستعجل عايز ياكل مكرونة بسرعة اي حاجة. وفي نفس الوقت مفيد جدا لان كل مكوناته مفيدة، مفيهوش اي حاجة مش كويسة. توم، زيت زيتون، ريحان، كلها حاجات لذيذة. طبعا لو بالكاجو هيكون احسن واحسن. نحط معلقة زيت زيتون كمان. عايزين بقى نعمل ساندويتش مثلا معاه،
نجيب العيش الكايزر ده، وابتدي احط فيه الصوص. في ناس مدمنة للبيستو صوص، مدمنة يعني مش كلام، لا في ناس بتحبه جدا، متاكلش اصلا اي باستا غير اللي هي بيستو. اجيب اي نوع تشيز عندي بحبه، تشيدر، جودا، انا جبت التشيدر اللي هي الجاهزة دي، شرايح سلايسز كده، واحطه في الفرن كده شوية بس يسخن مع بعض. ده شكل الساندويتش بعد ما طلع من الفرن او الميكرويف، لو عندكم ميكرويف مش هياخد وقت كتير، ومع كوفين نفطر بيهم الصبح، فطار سهل ولذيذ. هو الصوص ممكن تحطوه في برطمان ويفضل عندكم في الثلاجة، من ما تحبوا تعملوا ساندويتش او باستا تلاقوه موجود، بس اهم حاجة تحفظوه كويس، تحطوا معاه زيت زيتون وهيعيش معاكم مدة كويسة. ودي شكل الساندويتش بعد ما سايحت التشيز. عاوزة مثلا اكله بالباستا، عندي نص كيس من المكرونة حوالي 200 جرام او 250 جرام، ده هسلقهم واعمل معايا بيستو صوص، اعملها بالبيستو صوص. لو عايزين نعمل الباستا، في حلة على النار نحط المكرونة وننزل معاها البيستو صوص اللي احنا عملناه. كله على البارد علشان الفايدة بتاعتهم ما تروحش. ناخد بس كده تقليبه مع بعض، مش هنسخنه دايركت على النار، احنا هنحط الباستا وننزل عليها بالصوص، معلقة زيت زيتون كمان عشان تمشي لي الدنيا، ناكلوا احلى باستا خفيفة سهلة سريعة. شايفين شكلها؟ ده شكل الباستا بعد ما حطيت لها الصوص. طبق سهل ولذيذ، هتحبوه كتير. جربوه وقولوا لي رأيكم.